السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. سروال تايور للرجال، هاد هو المقاييس باش غادي نخدموه. نتابعوا الدرس باش تشوفوا التفاصيل. اذا اول حاجه كنخدموا نصف الامام اللي كنلقاو بمحيط الحزام زائد مقسوم على 4 زائد 9 سنتيم ديال البليات زائد جوج الخياطة، عندنا 3 ديال البليات في الامام. اذا كنلقاو 33.5 الا طبقنا المقاييس اللي عطاتكم في الاول. اذا غادي نرسموا واحد الاطار فيه 33.5 في العرض، والطول ديالو 100. 100 هي الطول الاصلي ديال السروال، يعني بلا تكفيفه. إذا كنحاولو نحدد نرسمو الأسفل ديال السروال، البلاصة فين كيجي عندنا المحيط ديال الرجل أولا البالما اللي كنسميوها. نحددو الخط الآخر اللي هو خط الركبة، كنهبطو ب55 اللي هو ارتفاع الركبة. نحددو خط القاعدة، كنهبطو ب26 اللي هو ارتفاع القاعدة. هنا غنرسم لكم الشكل ديال الجيب، 25 كيتسمى الخط الجيب المائل او الجيب اومبيي، كيكون في السراول ديال الرجال والنساء. هنا كندخلو في الركبة بواحد السنتيم باش نرسمو خط خياطة الجانب. اذا هنا كنرسمو خط كيمر من الجيب، كيدوز على سنتيم وكيحبس في الاسفل ديال السروال. اذا القيمة باش دخلنا كتحدد اوتوماتيكيا ملي كنرسمو هذا الخط. اذا من هذه النقطه اللي لقينا كنديروا 22 سنتيم زائد جوج ديال الخياطه. اذا السروال بحالو بحال ديال النساء كتزاد فيه الخياطه. هنا كنجيو لوسط الامام، كندخلو بواحد السنتيم، يعني كنميلو لداخل وكنهبطو بثلاثه في الوسط، يكون عندنا شويه مائل نحو الداخل. كنبداو القاعده، كنخرجوا 4.5 من الخط الجديد، يعني من الخط الاحمر كنخرجوا ب 4.5 وكنطلعوا ب 3.5. كنرسموا القاعده بيدينا، نرسمو الخط ديال الحزام اللي ولا مائل، يعني جاي نازل نحو 3 سنتيم. دابا غادي نربطو، ندير الخط ديال ما بين الرجلين، كنربطو ما بين القاعدة والنقطة اللي لقينا ب 24 سنتيم. غادي نشوفو التكفيفة، كنزيدو أقل حاجة هو 5 ديال السنتيم. نحاول نخرجوا به شويه لان ما جايش نيشان. هنا درت الدبلور ديال الجيب او الغرق ديال الجيب في 14 في العرض و 32 في الطول ديالو. اذا بعد ما غادي نقطعوا السروال غادي نحطوه كما كنديروا بالنسبه للنساء، يعني كنحطوا الامام على الثوب مباشره باش كندخلوا عليه التعديلات والتغييرات باش كيعطينا الخلف. اول حاجه كنلصقوا الاسفل ديال السروال وكنحاولوا نرسموا هاد الخطوط من جديد. الخط الاصلي حتى هو ديال الامام، يعني كنطلعوا بديك 3 ديال السنتيم اللي هبطنا بها في فاش كنخططوا الامام، غنطلعوا بديك 3 سنتيم.
مش غير كنحاول ندير نفس الخط، يعني يجي موازي بالنسبة للخطوط الأخرى. إذن أول شيء غادي نديرو غادي نحددو واحد النقطة، هاد النقطة كنلقاوها بالنصف ديال 33.5 وكنطلعو بالنصف ديال 26، يعني كنلقاو واحد النقطة تجي في الوسط، يعني النصف ديال 33.5 وكنطلعو بالنصف ديال 26. هاد النقطة منها غادي نطبقو الحوض، يعني منها غادي ناخدو على خط القاعدة نحطو صفر وكنقلبو على 28 فنجاتنا، يعني الحوض مقسوم على 4. وغادي نعاودو نشدو من هاد النقطة هادي على خط الحزام غنقلبو عاوتاني على 28، يعني الحوض مقسوم على 4. غتجيكم بالتفاصيل شوية كتر ولكن ساهلين. نجيبو الخط الركبة غادي نخرجو بجوج ديال السنتيم، غادي نسطرو الخط كيربط ما بين هاد النقطة والبلاصة فين لقينا 28. ولكن غتلاحظو واحد الحاجة بأن داك الخط جاي مائل، يعني كاين المسطرة باش كنخدمو هاد البلاصة هادي باش ندخلو بجوج، ندخلو بواحد القيمة هي كتعطينا في الغالب كتعطي جوج هكذا. هاد جوج باش دخلنا هنايا كيتنقص لنا الحوض، اذا كنعوضوها في جهة القاعدة. دابا غادي نخدمو الخط ديال الحزام، غناخدو محيط الحزام مقسوم على 4 زائد 3 ديال البانسة زائد 2 د الخياطة اللي غنحسبوها، عطاتنا 27.5. إذا من الخط الجديد كنبداو لأن تما فين ميلنا مبقاش محسوب. هنا كنجيو في هاد النقطة كنطلعو بجوج فاصلة خمسة، يعني العكس ديال الأمام، الأمام تيكون هابط على خط الحزام الأصلي والخلف كيكون طالع شوية. غنجيو حنا لخط الركبة غادي نخرجو بجوج سنتيم، هنا في البلاصة فين جانا النقطة ديال الحوض مقسوم على 4 زائد ديك جوج اللي نقوصة كنهبطو بواحد فاصلة خمسة، كنربطو ما بين الركبة والقاعدة ثم أسفل السروال. دابا باش نكملو الخدمة غادي نحيدو هاد الطرف هذا باش نكملو القاعدة ديال الخلف، لأن يعني مازال ما درناهاش. دابا درنا الحزام، يعني رجلين على الحزام الفوق، حزام مقسوم على 4 زائد 3 ديال البانسة زائد 2 ديال الخياطة. هنا كنهبطو عموديا، هاد المراحل هادو باش كنلقاو المسائل ديالنا والمقاييس مضبوطة. كنطلعو هنا بجوج فاصلة خمسة وكنرسمو واحد الخط كيجي منها جوج فاصلة خمسة كينزل للقاعدة الخلف. هنا باش كنرسموها كنديرو الوسط، كنطلعو بنفس القيمة وكنرسمو، ممكن نرسمو بيدينا ممكن نرسمو بالمسطرة الخاصة بالقاعدة بالنسبة للسراول للرجال. بقات لينا البانسة غنرسموها، كنحسبو 27.5 كنقسمو على 2 كنقسمو منها 3 عطاتنا 10.5، القيمة ديال البانسة 3، إذا 1.5 من كل جهة و6 في الطولة ديال البانسة. كتبقى عندنا واحد الخياطة ديال الخلف، بالنسبة للرجال دائما كنلقاو واحد القياس في الخلف مزيود، يعني كتكون 4 سنتيم، كتكون خارجة على القياس وكيكون حتى الكروغران داك الشريط اللي كيتزاد في الخلف، لأن الصمتة ديال السراول ديال الرجال ما كتضوبلاش، كتضوبلا بواحد واحد الشريط كيتسمى الكروغران، كتكون فيه التوابلية
ديال شاديك باش كنريكليو السروال مثلا بغينا نزيدو ليها ولا نقصو ليه، هنا فين كنخدمو. اذا هذا هو الدرس، نتمنى تكونوا استفدتوا ووصلت لكم المعلومات كاملة، وشكرا على المتابعة، والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله.